النادي الأهلي يمكن أعلن خبر منذ قليل أو منذ لحظات، تم تقليص عدد ساعات العمل داخل النادي للعاملين به، واتفاق على غلق أبواب النادي لغاية الساعة 8، يعني بعد الساعة 8 باب النادي هيكون مغلق وما يكونش فيه أي حضور في النادي الأهلي. قررت إدارة النادي إغلاق أبواب المقر الرئيسي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد يوميا في 8 مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى 5 ساعات فقط.